هو زميله علي عباس فالح الى فالح مره ثانيه محاوله على الدائره عبد اللطيف وبينجح فيها ينجح كرة اول اهداف نادي التضامن للبالون البالون حلوه مكان سليم و اللي هو مشعل عباس اول اهداف مزعل حامد مزعل حاول عدي الله حلوه حلوه يا حامد مزعل كره لطاهر وبيسجل الهدف الثاني مره ثانيه لعبد الله الخميس ابو وحي مره ثانيه الخميس حلوه شايت الله حلوه عبد الله حلوه جميله شوفها شوف يعديها الضوحي و يحطها عباس وكره مره ثانيه مقطوعه خطره للكويت طويله وعباس يحاول وبيسجل بيسجل منها مشعل عباس طويله وبدون وجود اي لاعب من لاعبي نادي التضامن تبقى مهمه التضامن محاوله للتصويب انما يصطادها علي طاهر ترجع مره ثانيه و شوف هذه المره وحلوه متابعه جميله جدا من البالول محمد العجمي شوف بطريقه اللوب يصطادها العجمي لكن طبعا البالول متابع جيد جدا للكره و كره مع الضوحي 14 حامد سلامه فيصل حامد سلامه مره ثانيه تصويبه يا سلام عليك يا حامد حلوه الشمال شوف و بيسجل هدف ترجع مره ثانيه خطره وهدف سهل شوف يعدي بدون اي اعاقه بدون اي مشاركه من اي الزعبي ومزعل يوسف مره ثانيه مزعل شايت الله يا مزعل حلوه انما يصطادها حارس المرمى اللي هو علي طاهر وملعوبه للكويت وشايت يا سلام سلام شوف الكره اللي وصلها علي طاهر وفي مسك انما طبعا الفرصه تعطى الفرصه يسجل مشعل عباس الهدف السادس انذار وكره مره ثانيه العتيبي شايت يا سلام سلام انشار العتيبي لاعبي نادي التضامن بدا يوجه الكرات الى الهجمات المرتده للكويت تصويبه انما البالون يا النتيجة بسبعة ثلاثة هذه عادة لكرة الكرة اللي كرة مقطوعة خطرة مزعل الضويحي يا سلام سلام عليك هذه الكرة اللي أضاعها الضويحي يصطادها الحارس علي طاهر ويحاول مقطوعة هجمة مرتدة طويلة إلى مشعل وهذه المرة مشعل خلاص حسبت شوف الضوحي وثنائية إذن طلب وقت مستقطع من المدرب إلى غازي فيصل وين لعبه بطريقة خاطئة الهجمات المرتدة كثيرة جدا على شوف التضامن وأهداف قلت لك صعب ثلاثة لاعبين ويلعبها بطريقة ذكية جدا البالول وبيسجل الهدف ليس فقط دوري الدنج انما دوري كأس 18 ارتقاء مزدوج ويحط كرة على محمد يلعب له كرة خارج الملعب كرة لي مشاري العتيبي قلت لك يلعبها نادي الكويت شوف يلعب كرة ثنائية ثلاثية فالح يا سلام حلوة كرة من هذا الحارس علي طاهر من رمية إرسال على مرحلتين و كرة مع فالح وحامد يصطادها حارس مرمى ترجع مرة ثانية الضويحي والقائم شوفي على التضامن وعبد الله الخميس كرة مقطوعة طويلة شايت إذن التضامن عبد الله سلامة
العشر دقائق الأخيرة على زمن الشوط الأول. الضويحي ومشاري، يا سلام عليك، حلو مشاري الاعتياد. صعود الضويحي يعني في تفاهم جميل جدا ما بين صعود الضويحي و سريع على الكويت مشاري وشايت. الله شوف خطأ في الدفاع سامح له. شوف خلاص شارع مفتوح. إذن حامد مرة ثانية يحاول يعدي ويضع كرة جميلة جدا. والانذار 14/7 22 دقيقة، نتكلم عن تقريبا الثمان دقائق المتبقية. خالد الغربلي ومحاولة، يا سلام محاولة من سعود. سبعة أهداف وخطأ على فالح ومحاولة من العتيبي وترجع مرة ثانية للعتيبي وبدأ كرة مقطوعة ترجع للتضامن يحصلها الكويت مرة ثانية و الرمية الحرة وسهلة. شوف كرات أخطاء لاعبي نادي التضامن يقع فيه. إلى فيصل العوبة لحامد شايت. أخيرا هدف الثامن مع الكويت. الضويحي الغربلي شايت، إنما تدخل يصطادها التضامن. قلت لك الغربلي عندما يصمم تبقى الزرقاء. وبعد هذه المباراة هذا هدف حامد مزعل الزعبي، ترجع لعبد العزيز يوسف وحامد تصويبه يصطادها الحارس علي طاهر وسهلة. ومحمد بيجرب طرق متنوعة على اعتبار عنده مباريات متبقية، مباريات مهمة. هذا علي والهدف 42. كرة مع الغربلي خالد محمد مر. يا سلام عليك يا محمد. و 22 نقص عددي في التضامن. ويا سلام شوف كرة ملعوبة تصويبة يتألق علي طاهر فيها ترجع مرة ثانية طويلة سهلة محمد الغربلي. يا سلام عليك شوف كل سهولة يحط عمل حركة جميلة. شوف شلون عدى بكل سهولة وبيضعها في المكان السهل. الغربلي خالد الغربلي عبد الله شايت. الله الله يا عبد الله كرة حلوة. شوف ينزل فيها بالأرض إذا يخدع لاعبي ومدافع نادي. ترجع لفالح حامد على الدائرة يا سلام ينجح محمد العاشر. شوف حامد مزعل والضويحي على دائرة الستة. خالد الغربلي عبد الله محمد الغربلي وهدف. شوف كرة سهلة يفاجئ فيها حارس وطويلة لعلي طاهر. يا سلام عليك يا علي طاهر بالمقاس عند عبد الله. هذا علي طاهر وقلت لك احد الوجوه حقيقة لها مستقبل في حراسة المرمى. والرمي الحرة التضامن 25. اذا حكم الملعب هو موقع الحكم، ليس الحكم الاقدم انما موقع حكم الملعب لحكم المرمى، وهذا ما حصل. اذا هذه كرة اللاعب اخطأ فيها عبد العزيز يوسف وترجع الكرة طويلة وخطرة خطرة خطرة. يا سلام هدف ترك الخاردي للملعب في الدقيقة العاشرة تقريبا. وعلى ستة اللي هو سعد الرشيدي الزعبي شايت، إنما
حلوة خطرة خطرة أوه يا سلام عليك سلام عليك المتألق تركي الخالدي وحب يلعب له كرة محمد ثانية الكويت ترجع لي محمد الغربلي والغربلي يا سلام أوه شوف قلت لك بدأ الاستعراض من لاعبي نادي الكويت عبد الله الغربلي محمد الغربلي شوف كان ممكن هو يدخل يلعب له كرة هوائية وتصطدم بي خالد إلى الرشيدي محمد الغربلي مرة ثانية خالد محاولة التصويب ينجح إذن عدينا منتصف حامد مزعل شايت يصطادها المتألق وترجع مرة ثانية فرصتين ضاعوا وكرة خطرة سلام يلعب له كرة سهلة جدا محمد الغربلي شوف الخالدي حتى الكرة اللي كادت أن تكون هدف يصطادها خالد اللي هو خطرة فيصل شوف والله يا سلام عليك الرمية الجزائية هذه الكرة اللي اصطادها ترك مرة ثانية الضويحي محاولات شايت يا سلام عليك يا محمد بكل سهولة شوف الخداع ويضعها في غد دفاعية سعيد حجازي لعله وعسى طبعا كنوع من التطبيق ومحاولة يا سلام عليك من حامد مزعل شوف لما عدى من المان إذن بشماله يحطها على بلي إلى عبد الله يا سلام أوه الله 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 شوف كرة ملعوبة بالهواء يلتقطها هوائية شوف يا سلام لقطة حلوة كرة مع الغربلي محمد شايت يا سلام عليك سلام عليك شوف فارق 20 هدف و كرة و طالع محاولة شوف سهلة انما شوف غيرت اتجاهها شوف ومزعل وضع كرة لكن وين القائم ترجع مرة ثانية سهلة للغربلي بيسجل منها خالد الهدف رغم شوف سعد الرشيدي وخالد الغربلي وكرات مثلها إلى صالح عبد العزيز يا سلام عبد العزيز هدف شوف عبد العزيز بدء من الشوط الأول والشوط الثاني وبدأ يطبق أكثر من خطة دفاعية على لاعب عبد الله الخميس شوف بعديها لمشعل العباس ومشعل العباس طبعا ب 27 إلى 30 يأخذ وقت مستقطع إذن كرة مرة ثانية لفالح محاولة يا سلام ينجح فالح الزعب الهجمة عبد الله الخميس إلى الغربلي بيعدي الغربلي يحاول يصوب يصوب الغربلي ويسجل كرة سريعة يحصلها وسهلة جدا بالمقاس شوف تركي الخالدي ملعوبة يا سلام عليك يا تركي سلام عليك يعني عندما تكون ولا يصطادها تركي الخالدي كرة مع محمد الغربلي سيعمل حركة شوف اصطاد الكرة و نص دقيقة تقريبا 39 نتكلم عن الهدف رقم 40 الهدف رقم 40 إذن 40 تكلم عن 40 19 29 ثواني المتبقية والتصويبة يصطادها تركي الخالدي 3 ثواني ثانيتين خلاص إذن 40 19 هي نتيجة لقاء اليوم الكويت والتضامن أعزائي المشاهدين عودة للزميل عبد الله